السلام عليكم الاحباب الخوت، كي دايرين؟ المحبين ديال محمد البركاني فلوك، نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وكل خير، وكل عام وانتم بخير، ونتمنى هذا شهر رمضان يحل عليكم بالصحه والعنا ومغفره الذنوب ان شاء الله. و ما نسيتكمش اليوم عاوده، جيناكم بفيديو جديد. هاد النار فيها الدجاج، فيها لي كويس دو بولي، ها الجميله ديالنا، راه الحجر الصحي ما كاينش لا سناك لا والو، كلشي مسدود. الله ما طيب في الدار ما تاكلو. غنديروا الدجاج ديالنا هاد النار، عندنا لي كويس دو بولي راه كانوا كونجيلي. اش نقول لكم، تياب قلت لكم، تياب خصني في الدار اوبليجي، لان لي سناك كلشي مبلع. الا ما طيبتش في الدار راك ما تاكلش، هادي اول حاجه. ولا ما بغيتش تاكل ما طيبش، هادشي اللي نقول لكم. ونتمنى من الاخوان يدعمونا ويشتركوا معنا في القناه، لان كل نهار كنبارطاجو معاكم. حنا ما عندنا كنخوي وقلبنا في هذه القناه، كنفرغوا القلب ديالنا، لان وحدانيين هنا في الغربه بوحدنا في الدار، ما كاين لا مراه لا يديك لا يردك، سولومينتي كما قالوا السبنيوليين. هادشي علاش كان الحل الوحيد ديالنا هو باش كنخويو وكنفرغوا القلب ديالنا، وكنهضروا مع الناس، كنحسبكم بحال العائله ديالي، كنهضروا معاكم. هذا هو الحل الوحيد باش كنخويو قلبنا. ونتمنىكم ما نكونش ثقيل عليكم، نتمنى ما نكونش ثقيل عليكم، ونكون على الحصن ديالكم. وقبلوا علينا واش هادشي اللي نقول لكم. دابا تابعوا معنا، راه غنديروا المقادير ديال درنا الدجاج، الكويس ديال الدجاج راه عاد عارفين، غير مع البصله الحباب ديالنا. رجعنا لكم من جديد باش نديروا المقادير ديالنا، لان خلينا الدجاج شويه يتقلى. غادي نديروا البصله، عندنا البصله كانت ديجا بريباري عندي في الكونجيلاتور، كنديرها في الكونجيلاتور وكنخلي. غادي نخويوها كامله، حق الله لان مبغيتش ندير معاها الخضره، غادي ندير غير البصله والدجاج والكزبر والمعدنوس والعطريه، وراكم عارفين هادشي ماشي غريب عليكم. كما قلت لكم كنبارطاجو معاكم هادشي كنديرو. صراحة كنحسبكم العائله ديالي، كنحسبكم حسبوني كما بغيتو، لان علاش؟ صراحه الوحدانيه هي اللي كتخلي الانسان كيدير هاد الحوايج هادو. وانا كنحس براسي صراحه سيرتو مع هاد الظرفيه ديال هاد المرض هادي، لا اله الا الله، نجينا ونجيكم، يدينا مغسولين. راه كورونا كنزلو 700 خطره في النهار، حتى ولينا نديرو القزبر والمعدنوس لي بريباري حتى هما. انا عندي كلشي، عندي الكونجيلاتور، عندي كلشي، كنشري بزاف بزايد، وكنقص وكندير في الكونجيلاتور هكذا، باش كي مع الخدمه، مع في وقت الخدمه مي كنا خدامين، ما يسمح لكش باش تجي عاد وتبقى تنقي وخداك تبريباري كل شيء، لان شي مخصط كتجي روطا، كتجي مع 10 د الليل مع 11 د الليل، كيفاش عاد تنوض على طق 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 والجيران. دابا نخليهم شويه هكذا يتشحروا. درنا الزيت الاخوان، درنا الزيت في الاول ونخليوه يتشحروا شويه، وغادي نوليو معكم. اجينا دابا ريحنا شويه، نخليو ما تشحر شويه ديال الدجاج ديالنا كيتقلى شويه، وراه حنا جالسين هنا كنتسنطوا عظامنا بلا ما يتشحر. غادي نوضو نديرو له شويه عطريه وشويه ديال، لان نطيبو هاد النار ما فيه لا خضره لا والو، نطيبو الساك ديال الكوش ديال البولي مع البصله، مع السله كتجي مع السله، ما فيهاش المريقه بزاف. وهادشي اللي كاين. ودابا راه حنا جالسين هنايا نستناو، صلينا المغرب ديالنا، نستناو العشاء، نصليو العشاء عاد ونتعشاو ان شاء الله وبحول الله. وخليكم معايا حتى نوضو نديرو المقادير ديال 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 المربيطه ديالنا. وان شاء الله رمضان راه جاي، ان شاء الله هو الفاندغودي ولا الجودي بروشان، ونتمنى ان شاء الله مغفره الذنوب لجميع امه سيدنا محمد، واللي فاتني تنسى، واللي جاي احسن ان شاء الله. نتمنى المجيء اللي جاي احسن، والصلاه نتمنى الناس راه الصلاه صراحه، راه قسما بالله الانسان ملي يصلي يرتاح، والله قسم، واللي ما يعرفش حقها راه حتى يبديها صراحه. كلشي كنا نغلطوا ونعاودوا الغلط، كنا نديروا غلط، ما كاينش اللي ما يغلطش في هذه الدنيا،
ولكن الحمد لله ربي كيبغي اللاعب ديالو هو اللي كيستعرف بالغلط ديالو كيرجع عن الاخطاء ديالو كيستر وكيولي للتوبه. هذه هي هو ان الله غفور رحيم. وفي نفس الوقت ان الله شديد العقاب عاود ما تنساوش ونتمشاو ونخليكم معنا عاود في الاخر نديروا المقادير ديالنا العطريه ديالنا راه قبل قريب ما تحرج لنا الجميله نديروا العطريه باش نخليوها باش نسدو عليها ونخليوها غير عطريه ونسدو عليها وغادي ندير فيها الماء قليل غادي ندير فيها لان غادي تجي معسله تجي بحال الطاجين ديال البرقوق بحال شكل بحال شكل الطاجين ديال البرقوق وديال الاخر نديرو شويه القرفه شويه راه القرفة ماشي بزاف لان القرفه عندها واحد ليبي ديالها في شكل بوحدو ندير واحد شويه ديال القرفه ندير واحد زعفران شويه ديال الفلفله الحمراء ها شويه اخوت ماشي بزاف شويه ديال البزار شويه ديال السكينجبير ها شويه ماشي بزاف غير باش تبنن داك لان ما غاديش نديرو فيها الماء غير بنات ونديروا الملح على حساب نحركوهم واحد شويه والريحه وكان تشوفوا واحد الريحه راه طالعه ولا والله والله انا شبعت والله انا شبعت شبعت غير الريحه هذه بعد داك الشيء كيجي بزاف بحال داك الشكل ديال العراسات ديال ومرحبا بكم اللي مشاهي ولا اللي حامله ولا اللي تسمح لنا المراه اللي كتفرج فينا حامله ولا تسمح لنا ولا بغات نديروا لها هذا الشيء مرحبا بها الراس والعين خاسرين حتى شي حاجه ماذا بينا نديو راجل دابا غادي حركناه مزيان والخر الخليط منسج من بعضياته بحال كانه مشرمل كيتشمل دابا غادي نسدو عليه ونخليوه يطيب على خاطرو النار ناقصه الى اقصى درجه وغادي نبدلو له فهاد البوطه الصغيره هنا من الاحسن باش يطيب على راحتو فوالا من الاحسن كنتو معنا في هذا النهار جديد ويوم جديد مع محمد البركاني فلوغ ونتمنىكم تدعمونا بارطاجيو لايك سبسكرايب ولي كومونتير وما تنساوش لي زابوني ونتمنىكم حظ سعيد حظ سعيد ونتمنى الامه سيدنا محمد الشفاء العاجل في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله.